السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو محمد مجهز شيء اليوم حق الجماعة، شو هذا يا أبو محمد؟ قندة. سامع شو يعني قندة؟ قندة يعني قند. ركز، قندة. أشكر أول شيء سلطان بن خليفة الحبتور بن مروان، جزاك الله خير على هالإنتاج الطيب. ما شاء الله ما شاء الله، شوف اللون، شوف اللون. بسر رطب تمر، يوم أقول لك البرحي الكينج، ليش طلع سلالات البرحي هذه؟ هذه من سلالة برحي. ها نعم، ما شاء الله ما شاء الله. قندة عبد الله، دخيلك قول تم. تم، ما تسكر الغطاء خلاص. ما تسكر الغطاء، شيء يسوى يعني. شوفوا يا أخوان، أبو حمود هذا جرام والله، والله جرام. صحن خفيف. أبو حمود هدي هدي دخيلك، هدي الريس. أوكي. شوفوا يا أخوان. شوف. شوفوا قندة. لحظة لحظة لحظة. لا صبر. شوفوا الأحجام، الأحجام. صحيح. أبي بس تشوفوا الأحجام ما شاء الله. إنزين. تبارك الله تبارك الله تبارك الله وما شاء الله. بحط عليه شوية هذا. هذا يخفف السكريات. هذا يخفف السكر. هذا يوم تتريق كذا تكون فل طاقة على الصباح ما شاء الله تبارك الله. شوفوا يا أخوان، دبس برحي هذا أبو محمد. دبس برحي. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. قندة. هي أبو محمد. يا سلام يا ويلي يا ويلي. شوف يا جماعة، تعرفوا شو يعني قندة يا أخوان؟ تعرفوا شو يعني قندة؟ تبغى نعطيك هذا؟ خدم نفسك بنفسك. سعادة طبيعية يا أخوان، سعادة طبيعية ما شاء الله وتبارك الله ما شاء الله. صلينا بعنبي ما شاء الله، نوع تمر فاخر. خذ بسرعة. ما شاء الله أبو محمد حلاوته فيها. اسمها قندة. هذه ما تبقى دبس، دبسها منها قندة. وفيها ما شاء الله ما شاء الله. قندة. هذا كله أورجانيك. كل كل ها. أنا جدود والله ما عزمني على ريوق. يا ليتكم ذايقين معاي وتعرفوا الطعم صراحة، طعم خرافي. تمرة فاخرة أمانة، تمرة فاخرة. قندة. شيء يسوى صراحة، ما شاء الله. شوفوا يا أخوان. شيء يتكلم عن نفسه صراحة. شيء طيب، اللهم بارك وزيد. شو الطعم أبو حمود؟ أوصف الطعم. لازم نخلص الصحن كامل عشان نعرف السكريات. بعد ما نخلص بنوصف لكم الطعم. مع السلامة. يلا صح، شو تساعدنا؟ بسم الله. وهالجبن يبتى ليش أبو محمد؟ تبى تخفف سكرياتها؟ لكنا يا ريال. ما شاء الله يا أخوان. ها طلع ساجد، طلع ساجد. ساجد. قال كيف تبدا تاكل؟ آه. شو الطعم؟ ما شاء الله فنان. شيء فاخر ها؟ ساجد. شيء يسوى. انت اسد، اسد لازم ياكل تمر. كل كل. ما شاء الله ما شاء الله. يلا تعال ساعدنا انت، خلص ما باقي شيء. شوف اللمعة. شوف اللمعة. التمرة بولش. شو بس بس. لمعة منها وفيها ما شاء الله. ما حبتين ماكل. شيء فاخر. فاخر يا اخوان. شيء يسوى. قندة. وايد حلو. شو وايد حلو؟ وايد حلوة. تمرة تسوى تسوى ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الجبن هذا جايبنا يخفف شوي سكريات أبو محمد. هي والله الحقنا ماشي إلا لبن ولا جبن. ماشي ماشي، حتى قهوة ما نسوي عشان سكريات التم، عشان طاقة التم أكثر. ها يلا نعنشني وقويته. ها شفيك يا عبد الله، وش فيني بعد؟ والله إن راسي ثور يا ريال، أحس جسمي حار. تمثل تمكيف ولا شو؟ تمثيل ابو عبد الله، تمثل. والله ما مثل قسم بالله، حال هلكان والله هلكان. خليت فيها شيء الله يهديك. أسد والله تعبان. اسد اسد دفع عليك ما عليك. وهذه من قارها وش سالفتها؟ ما شغلت والله تعادتني والله تعادتني.